السلام عليكم. اليوم نروح الولايه تاع تلمسان اللي نقف على الاشغال نتاع ازدواجيه الطرقات في الولايه وعن بعض المناطق التي تمت الاشغال بها واللي على كل حال بكل صراحه تظهر رديئه، لانه العمل نتاع الثراساج نتاع الطريق ونتاع البروفيلي نتاع الطريق غير مكتمل، غير يعني ما ناقص شوية. إذا الطريق تبان معوجة والأشغال تبان ناقصة من ناحية الفينيسيون. نسألكم تتابعون هذا التقرير من ولاية تلمسان عن ازدواج الطرقات في بعض المسالك، وخاصة الجزء اللي يقع بين مدينة تلمسان وبلدية ترني بالجهة الجنوبية لولاية تلمسان. نترككم تتابعون والسلام عليكم. لطالما شكل هذا الطريق نقطة سوداء لكل المارة من تلمسان إلى سبدو جنوب الولاية، فأشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 22 بأبعاده الاقتصادية والتجارية نحو ولاية الجنوب الغربي للوطن شارفت على نهايتها لتنتهي معها معاناة عابريها. كان فيها يعني الكاميونات كيجو يدور مال كومبرومون بزاف، اوليو باش كنا من سبدو تلمسان اوليو باش نديرو نص ساعة ولا 25 دقيقة كنا نلحقو حتى ساعة ساعة ونص لا كومبرومو، وقت الجليد وقت الثلج وقت لي زاكسيدون. ودروك الحمد لله، صح دروك الحمد لله، طلبوا ربي الحمد لله ونطلبوا السلطات خدموا لنا الطريق وسعوها، راه مخيرة ما كاش ديرونجمو ما كاش لي زاكسيدون دوبل فوار. ايوا الحمد لله. هو الشطر الاول من ازدواجية الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين تلمسان وتيرني على مسافة 13 كيلومترا، في انتظار الشطر الثاني الذي يصل عاصمة الولاية بسبدو. المشروع بكل سوف يتم استلامه في اول نوفمبر 2024 في انتظار تسجيل المرحلة الثانية الشطر الثاني اللي يربط بين مدينة تيرني وبلدية سبدو على مسافة 24 كيلومتر. المشروع اكماليا فيه 37 كيلومتر. الشطر يتم انجازه هو 13 كيلومتر. مشروع هام نظرا للحركية الكبيرة التي يعرفها هذا الطريق، فهو بوابة تلمسان نحو ولاية جنوبنا الكبيرة.